بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور عياد عبد الحفيظ من الجزائر، مدينة عنابة. اليوم راح نكمل فيديو تكملة للفيديو السابق اللي تكلمت فيه على الدخول المدرسي، ونوضح بعض النقاط ونمد بعض الحلول لكي يكون هذا الدخول المدرسي يعني في ظروف حسنة. إذن أول ما أبدأ به حبيت نوه وأذكر إخواني الكرام أن الفيديوهات التي أقوم بها هي فيديوهات هدفها النصح والتوعية والإرشاد. أقولها وأعيدها، هدفي هو النصح والتوعية والإرشاد لا غير ذلك. ليست عندي لا أهداف سياسية ولا مصلحية ولا نفعية، هذه أعيدها وللتذكير يعني على المزايدات. هذه واحدة. اثنين، كنت طرحت تساؤل في الفيديو الفارط على أنه لماذا نقوم يعني يؤخر هذا الدخول المدرسي، لا داعي لذلك وإلى غير ذلك. الإخوة الكرام فهموا من السؤال تاعي أني لا أعلم الإجابة، فجاوبوا في التعليقات على أنه الطفل يكون معدي حامل الفيروس وهو يعدي، ولهذا ستنتقل العدوى إلى الناس الكبار في السن ويموتون وإلى غير ذلك. هنا هذه المعلومة أعرفها، ولكن هذه المعلومة تجاوزها الزمن. بها نذكركم، بها ما تخافوش ياسر وما تعولوش على هذه المعلومة. أنا نقول لكم باللي المعلومة هذه خاطئة. المعلومة الصحيحة هي أنه الإنسان عندما يحمل الفيروس لا يكون معديا إلا إذا ظهرت عليه الأعراض. هذا الرأي الأخير، وكنت طرحته في فيديو من الفيديوهات الأخيرة. إذن لا داعي للخوف من أنه الطفل سينقل العدوى وهو لا تظهر عليه الأعراض، لا يمكن ذلك. يعني كنت شرحتها في فيديو قبل، لأنه به يعدي على الأقل تكون عنده كمية فيروسات كبيرة، وبه تكون عنده كمية فيروسات كبيرة لازم تظهر عليه الأعراض. هذا من جهة. من جهة أخرى حبيت نقول باللي هذا الفيروس أو باقي معنا يا أيها الإخوان، أو ما باقي معنا، وهو أصبح فيروس من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والرينوفيروس وإلى غير ذلك. ولهذا راح نتعايش مع هذا الفيروس وراح يبقى معنا مدة طويلة. إذا لا داعي إلى أي تأخير أو أي تأجيل لأي أمر آخر، ويجب التعامل مع هذا الفيروس على أنه راح يكون معنا لفترة طويلة. نقطة أخرى، لا داعي للخوف الزائد. لماذا تخاف؟ الآن لو بقينا في هذا الخوف من هذا المرض أو هذا الفيروس، سيؤدي بنا هذا إلى انتحار اقتصادي واجتماعي رهيب. ولهذا وجب علينا تقبل الأمر الواقع والتعايش معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك. كذلك يجب أن أطلب أنه يعاد النظر في البروتوكول العلاجي والبروتوكول الإعلامي للجائحة. البروتوكول العلاجي كان يعتمد أول ذي بدء على بعض الطرق والأدوية لعلاج هذه الجائحة عندما كانت قوية. الآن ضعفت هذه الجائحة، يجب أن أطلب إعادة النظر في البروتوكول العلاجي. كذلك البروتوكول الإعلامي، أنا ضد التصريح بالإصابات، لأن الإصابات لا داعي للتصريح، ستهول الأمر، ستبقى دائما توجد خوف وإلى غير ذلك. بما أن نسبة الشفاء أصبحت عالية جدا، تقارب 99%، ويعني أكثر يعني، إذن لا داعي لإعلان الإصابات. أنا أحبذ أن في الإعلام من وقت لآخر يعلن على الوفيات أو المرضى اللي في غرف الإنعاش فقط، لأنه الإعلان عن الإصابات لن ينفع شيئا، بالعكس سيؤثر على نفسية المواطنين. دونك أنا كذلك مؤخرا شفت إعلان أنه عدد الوفيات الناس اللي ماتت بالجوع في العالم بلغ 5,900,000، يعني تقريبا 6 ملايين وفاة بالجوع في خلال 8 أشهر. إذا قارناها مع الوفيات بالكوفيد 19 في 8 أشهر،
يعني نسبة الناس اللي ماتوا بالجوع أكثر بخمس مرات من الناس اللي ماتوا بالكوفيد 19. كذلك نقطة أخرى هي حبيت نوضح، يعني أعطيكم سؤال بتفهموا الجائحة والتعامل مع الجائحة. لو فرضنا أن الدولة أعلنت على جميع المخالفات أو المحاضر التي حررتها الشرطة والدرك الوطني ضد الناس اللي تستهلك وتتعاطى المخدرات أو تبيع المخدرات في كل منطقة، سو لو أعلنوا عن المحاضر في خلال شهر سوف تستفيق على صدمة أن البلد أصبح مثل كولومبيا في المخدرات. لماذا؟ لأنه أعلن يعني ببساطة أنهم أعلنوا وسلطوا الضوء على هذه الظاهرة، وعندما لا يسلط على الضوء على هذه الظاهرة تصبح منسية وغير مهتمين بها. وكذلك الكوفيد 19 إذا بقينا تسليط الضوء الإعلامي عليه سيبقى أزمة في أوساط المجتمع. إذا أغفلناه الآن بما أنه أصبح ضعيفا، وأصبح أنا بالنسبة لي صنفته كمرض، أصبح مرضا وأصبح لم يصبح وباء، خلاص بإذن الله لن يكون هناك إشكال. هناك نقطة مهمة جدا جدا وحبيت أعلمها القاصي والداني، هي أنه الآن حطوا في بالكم، يعني توقعوا أنه معظم الناس أصيبت بالكوفيد 19، كاين اللي ظهرت عليه أعراض وكاين اللي لم تظهر عليه الأعراض. اللي ظهرت عليه أعراض يعني مفروغ منه، اللي ما ظهرتش عليه أعراض هو الذي حمل الفيروس ولم تبلغ كمية الفيروس إلى الكمية المناسبة التي ستحدث المرض، ولكن يوجد بداخله الفيروس. هنا ننبهكم أن الناس اللي وهذا في المستقبل يعني مع حلول فصل الشتاء، توقعوا أن الناس اللي عندها الفيروس تاع الكورونا ولم تحدث عنده إصابات هي فيروسات نائمة، سيصبح نائم وفي أنفك وفي حنجرتك نائم، متى يستيقظ ويتفاعل؟ عند تعرضك إلى موجة برد وموجة حر، يعني بين تغير المناخ بين الحرارة والبرودة هنا سينشط الفيروس وتصاب بفيروس كورونا. وإذا أصبت لا تستغرب أنه ما لا يوجد من يعني أصابك بالعدوى، هي فيروسات كائنة في جسمك. يعني ننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي إجراءات الوقاية. شوفوا إخواني الكرام، التلاميذ عندما يدخلوا المدارس كاين هناك ثلاث إجراءات وقاية اللي هي التعقيم ولبس القناع والتباعد الجسدي. بالنسبة للتعقيم الآن أثبتت الدراسات الأخيرة أنه 10% فقط من الإصابات أو العدوى تكون عن طريق اللمس، 10%، 90% عن طريق الفم والأنف. ولهذا كان ارتداء الكمامة أو القناع والتباعد هو الأساس، حجر الأساس في الوقاية. ولكن كما تلاحظون أنه كان هناك مع التلاميذ وعدم التحكم في التلاميذ وإلى غير ذلك، لا تخافوا إذا إحنا لست مطالب بتطبيقه 100%، لأنه هذا يخرج عن السيطرة، ولكن المطالبين بتطبيقه بنسبة التي نستطيع تطبيقها في المدارس. أما الأهم ليس في الإجراءات الوقائية، ولكن الأهم هو مراقبة التلاميذ الذين تظهر عليهم الأعراض. مباشرة بمجرد ظهور الأعراض يعزل ذلك الطفل ويراقب جميع زملائه. فقط هذا الإجراء الوحيد اللي خلينا نكمل الدراسة في أمان ويخلينا على أهبة الاستعداد ويخلي هذا المرض لن ينتشر. إذن أعيدها، بما أن العدوى لا تكون إلا بظهور الأعراض، إذن المطالب هو أن الآباء في البيوت يراقبوا أولادهم، وعند الدخول يعني الإداريين والمعلمين يراقبوا التلاميذ. أي شخص أي تلميذ تظهر عليه الأعراض هنا يكون خطر العدوى، مع بخلاف ذلك بإذن الله لن يكون هناك خطر العدوى. ولهذا لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا إن شاء الله، راقبوا فقط من تظهر عليه الأعراض سواء كانت حمى أو كحة أو إلى غير ذلك، والإصابات معروفة عند الجميع. نتوقع
اتوقع انه مع حلول فصل الشتاء راح يبرد الحال، يتغير الجو، ممكن تظهر تنشط الفيروسات التنفسيه كالانفلونزا الى غير ذلك، وحتى ممكن الكورونا كذلك ينشط، وهنا سيختلط الحامل بالنابل وتصبح حالة الزكام تشابه حالة الكورونا. هنا لا تخافوا، بما أن الكورونا أصبحت تقريبا في شدتها مثل الانفلونزا، إذن عندهم نفس البروتوكول العلاجي، نفس المراقبة، ولكن هنا نضيف فقط العزل للشخص حتى يتأكد الإصابة هل هي إصابة بالكورونا أو إصابة بالانفلونزا، وفقط بإذن الله رب العالمين. نحيو الخوف، نحيو كل شيء بإذن الله، ندخل دخول وتستمر الدراسة كما قلتها سابقا. الآن الحروب في كل مكان، يا هل ترى الناس أوقفت أعمالها أوقفت الدراسة؟ في سوريا الحروب موجودة، الدراسة مستمرة، في فلسطين كذلك الدراسة مستمرة، الحروب مستمرة، الزراعة مستمرة، إذن لن تتوقف الحياة على أزمة أو مرض. إذن أبشروا بإذن الله رب العالمين، اطمئنوا، تمسكوا بالله سبحانه وتعالى، وفقط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.